أكثر الأمور التي تفتقدونها خلال الحجر الصحي. هذا الوسم ينتشر بكل اللغات على منصات التواصل الاجتماعي والإجابات كثيرة، منها التجمع مع الأصدقاء، لقاء العائلة، السفر. غاية حاول البعض إيجاد حلول بديلة له. لنشاهد. بخلاف السفر يشتاق آخرون للذهاب إلى عملهم، خصوصا عندما يكون العمل مرتبطا بهواياتهم ومتوقفا حاليا. المعلقون الرياضيون مثلا ماذا يفعلون؟ أبطال التزلج على الجليد وجدوا أيضا حلولا مؤقتة. لنشاهد. لكن كثيرون يعملون من منازلهم، تجربة جديدة للبعض تتخللها بعض الحوادث الطريفة. جوني! جوني! ابدأ بمعتز، تفضل. احنا الحمد لله، 14 شهر ده مش معتز؟ هي دي النقطة اللي احنا محتاجين نركز عليها كل شهر. معتز؟ أظن إنه اتفصل عنده. أظن كده. عقبال ما معتز ما يرجع، كريم إيه اللي عمل؟ أنا والتيم بتاعي خلاص قربنا نوصل لحل المشكلة اللي كنا واجهناها، بس إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله هنعرف نوصل لحل المشكلة بأقصى سرعة ممكنة. سك على الميتنج. مقاطع الفيديو هذه تكسر الملل وتسلينا كثيرا، لكن ماذا لو أردت مشاهدتها ووجدت هذه الرسالة؟ هذا حال الكثير من المواطنين في بعض الدول العربية حيث يعمل الإنترنت ببطء شديد. في الجزائر لجأ المغردون إلى تويتر للتعبير عن استيائهم من خدمة الإنترنت عبر هاشتاغ اتصالات الجزائر وكيلكم ربي. من بين التغريدات نقرأ: 2020 وفي ظرف مثل هذا ما زلكم تلعبوا بالمواطن الجزائري بينما ينادي العالم كامل بالحجر الصحي في المنازل، أنتم تقدمون خدمات لا تجعل الإنسان يخرج من الدار فحسب بل يخرج من رحمة ربي كامل، لا للاحتكار افتحوا المنافسة. كذلك نقرأ: نخلص أو ندفع 3600 دينار جزائري أي 26 يورو تقريبا في الشهر لثمانية ميجا وأحصل على 80 كيلو بايت. التعليقات تميزت بكثير من خفة الدم، إذ نقرأ: عاجل إصابة اتصالات الجزائر بفيروس كورونا، أو اتصالات الجزائر ضد التمييز وتدعم المساواة بين المستخدمين، فسواء كنت تملك 4 أو 8 أو 14 ميجا الجميع يحصل على 0 ميجا. كما أنهم ابتكروا شعارا جديدا للشركة ازحف مع اتصالات الجزائر وطرحوا هذا الاستفتاء: ما هو أبطأ مخلوق في الجزائر، السلحفاة أم الحلزون أم اتصالات الجزائر؟ كثيرون ألقوا باللوم على سياسة الاحتكار التي تنعم بها شركة اتصالات الجزائر إلى اليوم.